معانا الاستاذ احمد من الغربيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ فضل ونعمه الحمد لله. والله عايز اسال حضرتك، بس في سؤالين عايز نسال حضرتك فيهم. اتفضل. السؤال الاول، لو انا في عايز اعمل عمره واحده للحج والحاجه متوفيين، ينفع او لازم ان يكون لكل واحد على حده؟ يعني هم عملوا عمره عن نفسهم؟ هم كانوا عملوا عمره عن نفسهم قبل ما يتوفوا. خلاص انا هجاوب على حضرتك على حل الطف كتير ويخليك ان شاء الله تبرهم ان شاء الله وتنتفع ان شاء الله. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يا سيدي. السؤال الثاني، انا كنت يعني وابني صغير، فكنت قلت له لو دخلت كليه الطب هبع عجله وافرقه. فهو دخل كليه الطب، والسنه دي طبعا في سنه ثالثه، فلسه ما دبحتش رجلي، لان طبعا في المقدره ما فيش دلوقتي يعني. فينفع؟ هل في المستقبل هتقدر تذبح؟ نعم. قلت له هذبح حجل، مش كده؟ اه. هل قلت نادر عليا او كان في نيتك النادر ولا نادر؟ انا قلت هذبح واوزعه. فكان قصدك ايه؟ كان قصدي ان انا هذبح رجله واوزعه. خلاص. طيب السؤال بتاع حضرتك، انت هتقدر تذبح ده دلوقتي ولا بعد شويه والله ولا لا؟ والله اني حاليا ما اقدرش برضو، مش فمش عارف. طب هل يعني في المستقبل احتمال تقدر؟ في المستقبل احتمال، ان شاء الله باذن الله. طيب اذا وصلت للوقت اللي انت ممكن تذبح فيه، ان شاء الله يوسع عليك ويبارك لك، واذا ما قدرتش تذبح خلاص هتبقى عندنا كفاره يمين. هيبقى عندنا كفاره يمين، لان خلاص احنا بنخرج من النذر بكفاره اليمين اذا لم نكن نستطيع. اما السؤال الاولاني، فنصيحتي لحضرتك نصيحه لطيفه خالص، انت تروح تعمل عمره عن نفسك، وبعد ما تعمل عمره او قبل ما تعمل عمره تقول كده: اللهم هب مثل ثواب عمرتي لابي وامي. ان شاء الله بنص العلماء زي ما نص على ذلك الامام القرافي وغيره، ان شاء الله يصل اليهما الاثنين: اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأبي وأمي، وإن شاء الله الثواب يوصل ليهم إن شاء الله. ويبقى أنت عملت العمرة، ويبقى نيتك وأنت بتقول العمرة: لبيك اللهم بعمرة عن نفسي مش عن أبي ولا عن أمي. يبقى أنت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وعملت العمرة عن نفسك وهبت مثل ثوابها لأبيك وأمك. ربنا يجعلك دايما من الأبرار يا سيد أحمد.